السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم طلابنا الأعزاء الكرام في لقائنا المتجدد في مادة العلوم والحياة للصف الثاني. تحدثنا في الحصص السابقة عن مفهوم الأمواج وخصائص الأمواج، فذكرنا أن الموجة هي عبارة عن حدوث اضطراب اهتزازي في وسط ما. أيضا تحدثنا عن أنواع الأمواج حسب طريقة حركة جزيئات الوسط فيها، إلى أمواج طولية وأمواج مستعرضة، فذكرنا أمثلة عن الأمواج المستعرضة، وكمثال عليه هي أمواج الماء وأمواج الضوء. أيضا أمواج الضوء ذكرنا كتنويه هي أنواع الأمواج الكهرومغناطيسية، لأن الأمواج الكهرومغناطيسية تتكون من مجالين، مجال كهربائي ومجال مغناطيسي متعامدين. طبعا حيث تنقل الأمواج الكهرومغناطيسية مصدر الطاقة بعيدا اللي هو او تنقل الطاقه بعيدا عن مصدرها كالاشعاعات، طبعا كاشعه الضوء. طبعا سوف تاخذونه وتدرسونه في المراحل الثانويه. ايضا تحدثنا عن الامواج الطوليه، وهي بتكون حركه جزيئات فيها جزيئات الوسط موازيه خط انتشار الموجه، وذكرنا امثله عليها كاللي هو امواج الصوت. فاليوم حنتحدث بإذن الله عز وجل وموضوع درسنا عن اللي هو أمواج الصوت. فما هو الصوت؟ هو وسيلة تفاهم بين الناس وبين الأمم وبين الكائنات الحية المختلفة، سواء كانت إنسان أو حيوان. فالصوت هو عبارة عن أمواج طولية، أمواج طولية تنشأ من اهتزاز وسط جسم ما في الهواء. طيب احنا ذكرنا انه الصوت هو وسيله تخاطب بين اللي هو الناس، وبتكون من امواج طوليه. فما هي الامواج الطوليه؟ الامواج الطوليه بتتكون من ايش؟ تضغطات وتخلخلات. طبعا ينشأ هذا الصوت ايضا عن اهتزاز اللي هو جسم ما في الهواء. طيب في كثير من الاصوات نرتاح لها، وفي بعض الأصوات لا نرتاح لها. فمثلا الأصوات التي نرتاح لها زي سماع صوت القرآن الكريم، سماع صوت اللي هو العصافير، سماع اللي هو صوت الحمام، سماع صوت الأذان. طبعا هذه جميع الإنسان يرتاح لهذه الأصوات. أما بالنسبة للأصوات التي لا نرتاح لها كصوت الموسيقى الصاخبة، كصوت القصف على سبيل المثال. إذا كما ذكرنا أحبائي الطلاب، الصوت هو عبارة عن أمواج طولية تنشأ من اهتزاز جسم ما في الهواء. طيب كما ننوه أحبائي الطلاب، وتحدثنا عنه سابقا، إنه الأمواج المستعرضة تحتاج لوسط ما، لا تحتاج لوسط ما لينقلها، تمام؟ أي تستطيع أن تنتقل وين؟ في الفراغ. هذا بالنسبة للأمواج المستعرضة. كمثال عليها الضوء، فإن الضوء يأتي إلينا من الشمس إلى سطح الأرض دون وسط ناقل له، لأنه يستطيع أن ينتقل في الفراغ. أما بالنسبة للأمواج الطولية فإنها تحتاج إلى وسط ما لينقلها، فأي أنها لا تستطيع أن تنتقل في الفراغ. فما وسط الناقل اللي هو الصوت، وسط الناقل للصوت وهو الهواء. طيب كما ذكرنا انه ينشأ الصوت من اهتزاز جسم الماء طبعا، والوسط الناقل للصوت وهو الهواء الجوي، اي لا يستطيع الصوت ان ينتقل دون وسط ناقل وهو الهواء. كما على سبيل المثال كما في نشاط الكتاب صفحة 37، لو احضرنا ناقوس زجاجي وجبنا احضرنا جهاز مفرغة الهواء طبعا، ووضعنا جرس داخل هذا الناقوس واغلقناه وفرغنا هذا الناقوس من الهواء وشغلنا اللي هو هذا الجرس، فطبعا لا نستطيع ان نسمع الصوت. لماذا؟ لانه لا يوجد وسط مادي ينقل الينا الصوت وهو الهواء. لكن عندما نرجع بشكل تدريجي هذا الهواء الى داخل الناقوس فاننا نسمع صوت اللي هو الجرس. طيب دعونا ننتقل الى اللي هو سرعه الصوت في الاوساط المختلفه، اللي هي الاوساط الصلبه والسائله والغازيه.
أحبائي الطلاب، بالنسبة لسرعة الصوت، سرعة الصوت أحبائي الطلاب تعتمد على عاملين في أي وسط مادي، سواء صلب أو سائل أو غازي، تعتمد على مرونة الوسط وتعتمد على كثافة هذا الوسط. فكلما زادت النسبة بين مرونة الوسط وكثافته زادت سرعة انتقال الصوت خلال هذه المواد. طيب إيش بنقصد مرونة الوسط؟ مرونة الوسط هي قطر جزيئات الوسط على شو؟ على اللي هو الاهتزاز والعودة لوضع اتزانها بسرعة بعد زوال المؤثر. على سبيل المثال دعونا نتحدث في البداية عن انتقال الصوت في المواد الصلبة. إحنا لو حضرنا طاولة خشبية على سبيل المثال وقمنا جعلنا طالب يضع رأسه في نهاية الطاولة وقمنا بطرقنا بيدك على بداية الطاولة، سوف يسمع هذا الطالب صوت اهتزاز اللي هو والطرق على هذه الطاولة. أيضا كمثال آخر، أنت في بيتك لو مثلا الشقة المجاورة لك قمت بطرق الحائط على الحائط، سوف يقوم جيرانك بسماع هذا الطرق. أيضا في الطوابق اللي هو والمباني لو تم سماع طرق على هو سطح المبنى سوف اللي هو طوابق السفلى تسمع هذا الطرق. هذا دليل على انه اللي هو الصوت ينتقل بسرعه من خلال اللي هو المواد الصلبه. طيب ليش احنا يعني ينتقل هذا الصوت بسرعه من خلال المواد الصلبه؟ لانه يا احبائي الطلاب المواد الصلبه اول حاجه كثافتها عاليه والمرونة عندها عالية، لأنه أحباء الطلاب هذه جزيئات المواد الصلبة إشمالها متماسكة ومترابطة وقوية فيما بينها، لذلك عندما تهتز فإن عندما تؤثر عليها مؤثر خارجي وتهتز فإنها ترجع إلى وضعها الأصلي، أي المرونة فيها إشمالها عالية. لذلك أحباء الطلاب كانوا قديما عندما يريدون أن يعرفوا موعد أو حضور القطارات كانوا يضعون رؤوسهم وأذانهم على السكة الحديدية، فإنهم كانوا يسمعوا صوت حضور القطار وإتيان القطار عن طريق السكة الحديدية قبل أن يسمعوه في الهواء. هذا دليل على سرعة انتقال الصوت من خلال ماذا؟ خلال المواد الصلبة. أما أحبائي الطلاب انتقال الصوت من خلال المواد السائلة، فالصوت ينتقل من خلال المواد السائلة. لذلك أصلا الكائنات الحية على سبيل الأسماك البحرية فإنها تتواصل فيما بينها، والدلافين فتتواصل فيما بينها من خلال الصوت، لأن الصوت ينتقل من خلال اللي هو المواد السائلة كالماء. أيضا يستخدمون في اللي هو من خلال أجهزة متطورة يصدرون أصوات وعن طريق أمواج إلى داخل الماء، يعرفون من خلاله تجمعات تواجد الأسماك ويعرفون له هو عمق هذه المياه والبحار والمحيطات كم تبلغ من العمق. أيضا من خلال اللي هو الرادارات هذه بيحدد أماكن تواجد الغواصات البحرية داخل هذه البحار المحيطات والأنهار. أيضا انتقال اللي هو الصوت داخل الماء طبعا أقل سرعة من مين؟ من اللي هو المواد الصلبة، لأن ذكرنا المواد الصلبة هي أسرع شيء بينتقل فيها الصوت. ليش؟ لأن المواد السائلة كمان هو التماسك أقل تماسكا وترابطا من مين؟ بين جزيئاتها من المواد الصلبة. دعونا ننتقل انتقال الصوت طبعا في الهواء، طبعا الهواء هو أقل سرعة اللي هو في انتقال الصوت. ليش؟ إنه ترابط جزيئات الهواء أقل ترابط أو تكاد تكون معدومة اللي هو قوى التماسك والترابط فيما بينها. طيب دعونا نتعرف إلى سرعة الصوت في المواد الصلبة كالفولاذ اللي هو 5900 متر في الثانية. سرعة الصوت فيها اللي هو سرعة الصوت في المواد الصلبة كالفولاذ، لاحظ هنا في المواد السائلة كالماء 1480 متر في الثانية أقل سرعة.
في المواد الغازية الهواء اللي هو 340 متر في الثانية، أقل سرعة. لاحظ هنا كلما زاد التماسك اللي هو المادة الصلبة كلما كانت ايه سرعة انتقال الصوت فيها أعلى. طيب إذا المواد سرعة الصوت في المواد الصلبة أكثر من المواد السائلة، عفوا أكثر من المواد الغازية. طيب لو احنا بدنا نطبق قانون هذا سرعة الصوت، احسب سرعة الصوت في الماء إذا أطلق اللي هو صوتا من باخرة وصل قاع البحر بعد 5 ثواني. الزمن قديش؟ 5 ثواني. إذا علمت أن عمق البحر كم؟ 3000. إذا كان عمق البحر 3000 اللي هو عفوا متر، فاحسب اللي هو السرعة. السرعة من قانون السرعة تساوي ايش؟ المسافة على الزمن، واللي هو مقسم المسافة ل 3000 متر على الزمن 5 اللي هو ثواني، بيطلع عندي سرعة الصوت اللي هو 600 متر في الثانية، أي يقطع 600 متر كل ثانية. إذا دعونا نسترجع ما تم أخذه في هذه الحصة وهذا اللقاء. تعرفنا على مفهوم الصوت وهو عبارة عن أمواج طولية تنشأ من اهتزاز جسم الماء في الهواء. تحدثنا عن اللي هو كيف ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز جسم الماء في الهواء. وطبعا احنا ذكرنا واخذنا في حصة سابقة انه حركة جزيئات الوسط في الامواج الطولية تكون موازية لخط انتشار الموجة، وتحدثنا انه ينتقل اللي هو او يحتاج الصوت الى وسط مادي لكي ينتقل، انه الامواج الطولية تحتاج لوسط مادي لكي تنتقل وهو الهواء الجو، على عكس مين؟ اللي هو الموجات الكهرومغناطيسية. وذكرنا أن سرعة الصوت في الأوساط المادية مختلفة تعتمد على شغلتين اللي هي مرونة الوسط وكثافته، فكلما زادت النسبة بين هاتين العاملين كل ما كان سرعة الصوت أكثر. تعرفنا على مفهوم المرونة اللي ذكر في العوامل المؤثرة على سرعة الصوت، وهو قدرة جزيئات الوسط على اللي هو الاهتزاز والعودة الموضع اللي هو اهتزازها بسرعة بعد زوال مين؟ المؤثر. تعرفنا على سرعة الصوت المختلفة في المواد الصلبة والمواد السائلة والمواد الغازية، وقلنا أن سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر منه من المواد السائلة، أكبر من المواد الغازية. وطبقنا قانون سرعة الصوت طبعا على المثال الموجود لدينا لهنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.